عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو ان شاء الله راح اشارك معاكم جميع تصريحات لاعب المنتخب الوطني الجزائري وايضا حتى المنتخب الاول الذي يقوده الكوتش جمال بلماضي، كانت عندهم بعض التصريحات بعد هذا الفوز الاسطوري امام المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال في هذا الديربي المشتعل. وراح اشارك معاكم تصريحات يعني الماجيك مجيد بوقره مدرب الخضر وايضا حتى المدرب الحسين عموتة مدرب المنتخب المغربي وموعد المباراة القادمة بطبيعة الحال للنصف النهائي والعديد من النقاط والمفاجآت سأشاركها معكم إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا أعزائي الكرام، موعد المباراة المنتخب الوطني الجزائري القادمة بطبيعة الحال ستكون 15 ديسمبر على الساعة 8 بتوقيت الجزائر في ملعب وسطاد الثمامة، والتي ستقام هذه المباراة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب القطري، كلا هذين المنتخبين وباقي المنتخبات الأخرى اللي راح تلعب يعني المباراة النصف النهائي المرشحة الأولى للفوز ببطولة كأس العرب. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري به يتفوق على المنتخب القطري في هذه المباراة. أما بالنسبة لمنتخب تونس ومنتخب مصر هم أيضا راح يلعبوا في نفس اليوم 15 ديسمبر على الساعة 4 بتوقيت الجزائر، والنهائي سيكون يوم 18 ديسمبر. فكما قلنا تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا أعزائي الكرام، رجل مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب المغربي هو يعني رئيس وهاب بورحي، وبعده مباشرة يعني يوسف بلايلي. طبعا حسين عموتة صرح قائلا أعزائي الكرام لقنوات الكأس القطرية بعد المباراة مباشرة: صحيح اليوم لم نرتقي للمستوى المطلوب لأننا لم نكن يعني مهيئين نفسيا، واللاعبين لم يتحملوا ضغط المباراة، وبالرغم من أنه كان يتوجب أن يبقوا مركزين على المباراة وفقط. وصرح قائلا: الضربات الترجيحية هي التي منحت التأهل للمنتخب الوطني الجزائري وهنيئا لهم. ضيعوا تمريرات بسيطة، لم يتمركزوا بالشكل المطلوب لاعبي منتخب المغرب، ولم نلعب ب50% من إمكانياتنا التي لعبنا بها مباراتنا الأولى والثانية، ويجب أن نشتغل أكثر على ما هو ذهني إن شاء الله يعني بنحسن المستوى في قادم المواعيد. فهذا هو كان تصريح يعني الحسين عموت قلب لي أنه ما حضرناش لهذه المباراة من الناحية النفسية، وبطبيعة الحال في الندوة الصحفية السابقة قال بلي رانا محضرين لجميع السيناريوهات. فالحقيقة قال المنتخب الوطني الجزائري أفضل من المنتخب المغربي، ويعني ورينا لهم اللعب في هذه المباراة. بطبيعة الحال مجد بوقرة صرح قائلا: الشكر موصول للاعبين أولا وأخيرا الذين لعبوا في هذه المباراة، أما المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا ولكن كانت في غاية الجمال. المنتخب المغربي كان قوي جدا في الكرة الثابتة في هذه المباراة، وبذلنا كل ما في وسعنا، وقلت أن هذه المباراة ستلعب على الجاهزية الذهنية. وقائلا أيضا: ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب القطري بطبيعة الحال للنصف النهائي، على أن ويري على قوة هذا المنتخب والذي يبلي بلاء حسنا، وأتمنى أن تكون مباراة جميلة بين الشعبين شقيقين والفوز للأحسن. يتكلم عن مباراة المنتخب القطري. أما في الندوة الصحفية صرح قائلا بقرة: من الصعب إخراج يوسف بلايلي لأنهم يعني اضطروا لتغيير المباراة في أي وقت، وكانوا قادرين يغيروا المباراة في أي وقت، ولهذا السبب وضعناه في النقطة التي يصبح فيها أقل تعبا من اليسار. وصرح قائلا: بدأنا المباراة بشكل جيد ثم شعرنا بالفراغ، حيث دفع يعني بعض اللاعبين للأمان وكافح إبراهيمي للاستيلاء على لاعبي المنتخب المغربي خط الوسط بطبيعة الحال، لذلك قمنا بتغيير تكتيكي بين الشوطين. وصرح قائلا: حرمنا من بغداد بنجاح واعتمدنا على الزروقي، ثم قمنا بتغيير تكتيكي مع يوسف بليلي في المقدمة. فيما يتعلق بالدفاع صرح قائلا: أنا جد سعيد بمستوى الانضباط اللاعبين، وبالنسبة للأهداف علمنا أن المغاربة كانوا أقوياء في الكرة الثابتة وارتكبنا نحن بعض الأخطاء. وقائلا بصراحة: كنت واثقا مني أن هذه المباراة أقل توترا من مباراة منتخب مصر، وكان لدي شعور جيد مع اللاعبين، كنت أعرف الفريق المغربي جيدا وأعرف هذا المنتخب، واضطررت إلى نقل هذه الإيجابية إلى لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، وإنها مهمة في الديربي. وقائلا: هذه أول مباراة لي يعني في مسيرتي كمدرب يعني أتلقى فيها ضربات الترجيح. وصراحة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وأيضا مجيد بوقرة نجحوا في الاختبار على أكمل وجه، فنتمنى لهم كل التوفيق. فالطريق حاليا معبد نحو يعني كأس أمم إفريقيا ونحو النهائي، ولكن لا ننسى بأن منتخب قطر هو أيضا يعد من المرشحين، فلهذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة القادمة.
بعد المباراة صرح قائلا: سعيد للغاية بتأهلي وأشكر جميع يعني من سندني من زملائي والطاقم الفني وحتى الإطار الطبي الذين كان لديهم الدور الأهم فيما قدمته. وقائلا أيضا: أدينا مباراة جد جيدة أمام المنتخب المغربي. وقائلا: هذا المنتخب يحسن جيدا لعب كرة القدم وأهدي هدفي للشعب الجزائري. وقائلا أيضا معلقا على هدفه الخيالي في مرمى المنتخب المغربي قائلا: لقد كنت موفقا، هذا هو سر الهدف، وأهدي الهدف للجزائريين لأن غايتي سعادتهم وفرحتهم. وقائلا: حاليا سنستمتع بهذا التأهل الجميل في النصف النهائي أمام قطر، سنقدم أفضل ما لدينا للتتويج بالكأس وأن نهديها للجزائر. فشكرا يعني يوسف بلايدي، وشكرا للاعبي المنتخب الوطني الجزائري بصفة عامة. عبد القادر بدران بعد المباراة مباشرة صرح قائلا: المباراة لم تكن سهلة أمام المنتخب المغربي، المنتخب القوي جدا والحمد لله على التأهل. وقائلا: نجحنا في تحقيق هذا الفوز والتأهل للدور المقبل بفضل خبرة لاعبينا ودعم الجماهير الجزائرية. وقائلا: الجماهير الجزائرية حفزتنا بمساندتها لنا إلى الدقيقة الأخيرة، والآن سنبدأ بالتفكير في الدور المقبل ومواجهة قطر، ومن ناحيتي أتمنى لكم كل التوفيق. وصرح مبولحي بعد المباراة مباشرة: نحن سعداء للغاية، إنها مباراة معقدة ومع الكثير من التقلبات، أنا فخور جدا بزملائي في الفريق وجئنا إلى هنا للفوز. قطر هي البلد المستضيف لكننا سنأخذها كدولة أخرى يعني. وقائلا: هذا ليس انتقاما من المغرب، ففي عام سنة 2011 كان هنالك سياق آخر ولقد. وطبعا تم سؤاله ما إذا كان يفكر أن يعطي يعني تبرير حاسم ليوسف بلايلي، صرح قائلا: لم أكن مهتما، كنت أركز على أفعاله فوق أرضية الميدان. وطبعا أعزائي الكرام، يعني عنتر يحيى بعد المباراة مباشرة أحد يعني لاعبي المنتخب الوطني الجزائري السابقين صرح قائلا بلايلي ووضع قلب في إشارة للهدف الذي سجله يوسف بلايلي، وصرح قائلا: برافو 1 2 3 فيفا لانجيري كما تشاهدون. وطبعا يعني هذه كانت أقوى رسالة حمل يعني العلم الفلسطيني. المنتخب الوطني الجزائري هو الوحيد اللي يرفع العلم الفلسطيني بدون أن يخاف من حكامه صراحة، وكانت هذه أقوى رسالة في ملعب يعني الذي احتضن لنا هذه المباراة. الفيفا صرحت قائلة: ربع نهائي كأس العرب، غابت الأهداف في الشوط الأول لمباراة المغرب مع الجزائر، من سيتفوق في رأيكم في الشوط الثاني؟ طبعا كانت هذه بين الشوطين. وصرحت قائلة بعد المباراة مباشرة: منتخب الجزائر يتأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب المغربي. خليل بلوشي صرح قائلا: كان لا بد أن يكتمل الجمال في كأس العرب، المتعة والإثارة والتشويق والحضور الجماهيري، التنظيم والملاعب المونديالية والمستوى الفني والأهداف الجميلة، بلايلي يختم المتعة بهدف في غاية الروعة. وطبعا أعزائي الكرام، يعني حتى السفارة الأمريكية التي هنا في الجزائر أعزائي الكرام يعني أشادت بالمنتخب الوطني الجزائري وهنأت المنتخب الوطني الجزائري بعد فوزه. وأيضا حتى رياض محرز كان عنده تصريح بعد المباراة المنتخب الجزائري أمام يعني المغرب، وصرح قائلا: لزوم يعني الرجال جبتوها يا الرجال أمام المنتخب المغربي. زين الدين فرحات هو أيضا كان عنده إشادة، وأيضا لاعب المنتخب الوطني الجزائري بصفة عامة كامل يعني أبدوا ردة فعلهم كما تشاهدون. عيسى ماندي، أيضا رامز الزروقي شاهد المباراة، عنتر يحيى، هشام بوداوي، وزرقان آدم، ويعني العديد من اللاعبين الآخرين. وفي صورة يعني صراحة كانت جد مؤلمة بعد المباراة مباشرة هو أنه يوسف بلايلي خرج مع الطاقم الطبي للمنتخب الوطني الجزائري إلى غرف تبديل الملابس. إن شاء الله سلامات، يعني حسب ما طلعت أنه هذا اللاعب يعني كان تعرض لدواخ شديد يعني بعد المباراة مباشرة، ممكن بسبب الاحتفالات أو شيء من هذا القبيل، ولكن أتمنى له الشفاء العاجل. وهو بالنسبة لي كان رجل المباراة، وإذا صح التعبير، لأنه في هذه المباراة كان عندنا رجلي مباراة، كل من يعني رئيس وهاب بولحي وأيضا يعني اللاعب الجزائري يوسف البلايلي. طبعا كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. و 1 2 3 فيفا لالجيري، سلام.